Perfect. One more. هذه هي الهازلبلاد 907X. كاميرا ميديوم فورمات بسنسر أكبر من كاميرات الفول فريم، وهي كاميرا موديولر مجزأة وفيها باك 50 ميجا بكسل وألوان 16 بت. وممكن تركيب هذه الباك على كاميرات الهازلبلاد القديمة حتى من أيام الخمسينات. Perfect. Lovely. هي تحفة فنية من الهازلبلاد، فيها أحدث التقنيات اللي بعضها بالنسبة لي أحسن من وايد كاميرات. أنا الحين هذا 3.5. أوكي. In a camera, والله. أصعب كاميرا سويت لها مراجعة، يعني أكون صريح وياكم، الإحساس فيها غير، الفوكس مالها عادي، طبعاً الفوكس مو بسريع، اللي يدور كاميرا فوكسها سريع وتصور صور ورا بعض، هاي مو بالكاميرا له. هاي كاميرا الارتست، كاميرا الفنانين. الكاميرا مو سريعه، ما فيها فوكس سريع، بالرغم ان الفوكس جدا دقيق لكنه مو سريع. أنا ما حاولت أن أسوي شيء أكثر من اللي أقدر أسويه بكل سهولة وبساطة في الكاميرا هذه. الكاميرا هذه صغيرة جداً، مسكتها غريبة، تشوفونها كاميرا بوكس، كأنها صندوق صغير، حتى لو شلت العدسة فهذه الكاميرا كامل في يدي. الكاميرا هذه بالنسبة لي رجعتني إلى الوقت اللي الواحد كان يتعلم على الفيلم ويصور ويفكر قبل لا يصور. نايس، في حلو. هذه الحين باب البحرين، طبعا قاعد اصور الحين على الابرتشر بايرتي، انا على 7.1. ناخذ الدرايف اللي هناك، قاعد اصور على 45 امام اللي هي تقريبا 35 في الفول فريم. الايزو اعتقد احتاج 400 هني، يعني الريدنج قال يعطيني الحين على ستر 100، فاقدر انزل الايزو 200 بكون على 45. اخذ صوره عامه للشارع، هذه
عدسات متوفرة حق هاي الكاميرا من 21 mm 30 45 65 81.9 وفي الماكرو وال 135 بالإضافة إلى الكونفرتر. فتقريبا كل المدى الضروري موجود. هذا البهار اوكي بفت. هاي البانوش البحريني. احنا لازم نتذكر ان التصوير شيء احساس من القلب. اذا احنا ناخذ التصوير كفن هذه الكاميرا اللي ترجعكم حق هذا الفن. هذه الكاميرا اللي تخليكم تقولون ان انا اليوم ابي اقوم او اطلع من البيت اروح هذا المكان انتظر هذه اللحظه واصور هذه الصوره. الامكانيات على فن المصور نفسه. الوصلات اللي تحت هني الفلاش تكون موجوده في الباك نفسه. هني عندنا الباتري يعني نفس الباتري اللي على الاكس 1 دي مارك 1 ومارك 2 وفي اثنين ميموري سلوتس. من الاشياء الثانيه اللي فيها بس يعني هاي بشكل عام. عندنا هني زر حق نتحكم في الشتر او الابرتشر وفي زر حق نتحكم في شيء ثاني. يعني تقريبا نقدر نتحكم فيها مانيوال نفس اي كاميرا موجوده بس طريقه استخدامها مختلفة. عشان كذي هالكاميرا يعني اعتبرها مختلفة. وعلى فكرة تصور فيديو 2.7K بس هي مو مصممة حق فيديو. الكونكتيفيتي عندنا ممكن احنا نصور على برنامج الهازلبلاد مباشرة على الكمبيوتر. عندنا توصيل مباشر مع الايباد بسلك او بدون سلك. برنامج الهازلبلاد الخاص لتعديل الصور اللي هو الفوكس برنامج موجود فيرجن كامل على الايباد. فانا اقدر الحين اصور الصوره تروح على الايباد في نفس الوقت واقدر اختار الصور واقدر اعدلها وارسلها مباشره من الايباد. طبعا الشاشه تتحرك. الشاشه تتحرك بهالزاويه وبهالزاويه. عندنا التاتش فوكس في اي مكان احنا عندنا نقدر نسوي تاتش. المنيو طبعا من افضل المنيوهات اللي انا شفتها لاي كاميرا. يعني ان اقدر انا الحين اغير هني ولا حتى اقدر اغير من الدايل اللي قدام. واذا عندنا الجرب كنترول جرب في كل شيء. المنيو موبايل يعني للاسف الكاميرات الثانيه ما قاعده تتعلم من هاي المنيو اللي هو معمول خاص للسيستم الاكس. اللايف فيو البريفيو نقدر يعني في تحكم. صراحة المنيو الوحيد اللي ما اعتقد ان احد يحتاج يقرا المانيوال. لما اقول ان هازلبلاد رجعت لي ذكريات مختلفة مع هذه الكاميرا بكل بساطة لان اذا رحنا شفنا هذه الكاميرا اللي هي الـ 500 سي ام سابقا كنا نصور بهالطريقة. هني كنا نطالع الصورة وهني كان الشتر ونصور. طبعا التحكم كامل ما هذه الكاميرا ما فيها حتى نظام الميترينج. فالنظرة هني على الفيو فايندر نشوف الصورة ونسوي كليك وعندنا فيلم 12 صورة في الفيلم فقط لا غير. فلما أنا أصور خصوصا لما أصور بورتريت بالطريقة أشوف من فوق أكون أنا أكثر مرتبط مع الشخص اللي أصوره. هذه الفرق بين هذه الكاميرات والكاميرات اللي المصور يكون مختفي وراهم. ففي نفس الوقت هذه الهازلبلاد سووا إن أهما عندنا إحنا نرفع الشاشة هذه وعندنا نفس هالإحساس اللي إحنا نصور. أصور وأشوف الشيء قدامي وهني تي البساطة في هذه الكاميرا. بصراحة هازلبلاد سوت كراك للمعادلة مع هالكاميرا. اني انا عندي كاميرا حديثة 2020 الديجيتال باك فيها حديث. انا اقدر اشيل الديجيتال باك احطه على كاميرا 500 سي ام واحس باحساس الكاميرا القديمة. لكن بدل التسجيل على الفيلم عندنا
صورتي على ديجيتال باك. خلونا نتذكر تصوير فن، يعني الواحد ممكن يصور لاندسكيب، حياة الشارع، بورتريت، ولا حتى تصوير تجاري. هازلبلاد يعني سوت شيء حلو في الكاميرا، ان رجعت حق اصالتها، حق الدي ان اي مال هازلبلاد. الكاميرا موديولر، يعني مجزئه، ممكن غير ان نشيل العدسه نشيل البادي نشيل الباك نحطه على كاميرا اقدم. هاي الشيء جدا حلو. لو انا بكاميرا استمتع فيها لما اصور واطلع، هذه هي الكاميرا. شكرا. بس لا لا اوكي اوكي اتصل لي خلاص. الو اوكي هلا.